كيف اصبحت يا حارثة؟ مسألة محبة حارثة الانصاري، اصبحت مؤمنا يا رسول الله لكل قول حقيقة. قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ أنا تعجبني هذه الجملة من النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. حقيقة لكل قول حقيقة. أنت بتحب، إيه دليل المحبة؟ دليل المحبة. إيه دليل الإيمان؟ ها. قال كأني أرى قال أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، يعني صام وقام. وقام خلاص؟ نعم تمام، العبادة هي. طيب فلما صام وقام ما هو ما يزال عبد يتقرب الدين، الدين كله وحده واحده حتى احب، حتى نعم. احب فلما يحب ربنا سبحانه وتعالى هو اسهر ليله وقام ايه نعم. وصام نهاره نعم. وبعدين ايه قال وكاني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكه حوله يطوفون. كاني سبحان الله العظيم بدا الشفافيه، بدا يرى بايه؟ بعيني قلبه، بدا يرى ببصيرته. وانا قلت من قبل من غض بصره اطلق الله بصيرته، من غض بصره اطلق الله عن المحارم، عن المحارم حرم الله ربنا يطلق بصيرته فيرى ما لا نرى. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. فده سائر من غير ايه يقطع المفاوز دون جهد، لانه يقطعها بامر الله، بامر كن فيكون. نعم. لانه سار في نحو الله. فكاني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكه حوله يطوفون، وكاني ارى اهل الجنه في الجنه واهلها يتزاورون، وكاني ارى اهل النار في النار واهلها يعذبون. قال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، رجل نور الله بالايمان قلبه. يبقى هو راى بايه؟ بنور قلبه. يا سلام، هذا هو المفروض عليه شأن كل مسلم، ده من الواجب يكون ده اللي يسعى له كل مسلم، ان يسعى. أصل مش غايتي ان احب الله ورسوله، لا، دي وسيلة. لماذا؟ غايتي ان يحبني الله ورسوله. الله، وان الى ربك المنتهى. المنتهى وان الى ربك المنتهى. خلاص سبحان الله.